هي أول مرة تقريبا أكون في مهرجان دولي لجنة التحكيم، وهي تجربة مش سهلة بالنسبة لي، خصوصا أن عارف خصوصا لجان التحكيم لازم تمتلك خبرة في المجال ده أكتر من فكرة أنك بس تكون عندك وعي أو فهم معين للأفلام، مش بس يعني ما بينقذ ثقافتك ما بتنقذكش في موقف زي كده، لازم الخبرة كمان تكون موجودة. لكن أنا معايا في يعني في رئيس اللجنة أستاذ جمال سليمان، وأستاذة نادية رشاد، والمخرجة ليالي بدر، فكلهم أصحاب خبرة في المجال ده، فكانوا يعني أنقذوني في نقص الخبرة اللي عندي في فكرة أن أكون شخص أو عضو في لجنة التحكيم. لكن أنا مستمتع الحالة، وبنفس الوقت إحساس بالمسؤولية أنه أنت في شكل من أشكال التقييم، يعني أنت عادة ممكن تشوف فيلم بينك وبين نفسك وتقيمه بينك وبين نفسك فتستفيد منه، يعجبك ما يعجبك، تشوف مواطن الضعف في الفيلم، مواطن القوة في الفيلم. لكن لما تكون الموضوع أنت لازم تعلن عنه، يعني تشوف ومش تحتفظ بالفكرة لنفسك، لا، وكمان يتم الإعلان والتقييم، ده موضوع مش سهل. لكن الحمد لله يعني احنا كنا لجنة متفقين منسجمين وآراءنا متقاربة جدا وما فيش أي اختلاف، لا الخلافات يعني متفقين بنسبة كبيرة على الجيد والسيء. يعني بداية عرض الموضوع عليك إيه؟ استقبلته إزاي؟ بداية لما كلموك عايزين أقعدوا لجنة التحكيم؟ كنت أنا كنت في الفترة دي قاعد في لوس أنجلوس، فكلموني على التليفون والفرق التوقيت طبعا، فلقيت بكون سايب التليفون المصري في البيت عشان ليل نهار ونهار ليل، يعني العكس تقريبا. فلقيت في مكالمة من الأستاذ محمد القناوي، ورديت على التليفون وقال لي احنا بنحضر كذا كذا وحابين تكون معنا لجنة التحكيم. فقلت له ما عنديش خبرة في الموضوع. قال لي معك أساتذة فلان وفلان وفلان. قلت طب تمام، يعني هما هيساعدوني في الموضوع، وأنا حابب يعني أكون جزء من، يعني فكرة وجود أكون عندي في السي في إن كنت لجنة التحكيم، ده شيء بالنسبة لي كويس جدا. طبعا الحكم على عمل فني مش سهل، وخاصة لما بيصدر الحكم كمان فنان عارف مدى التعب ومدى المجهود اللي اتبذل فيه. بتواجه الموضوع ده ازاي وبتعتمد على ايه في حكمك والحاجات اللي انت بتقيمها؟ بص، انا اعتمدت على شيء بسيط جدا، انه العمل الفني عمل لازم يحقق المتعة، فانا كنت هشوف الفيلم هستمتع ولا مش هستمتع، وممكن اكون يعني على قدر معين من المعرفة او الثقافة اللي تخليني اقدر استمتع بشيء فعلا يعني ممتع. فده كان مقياسي البدائي لفكرة الفيلم، وبعد كده برجع بعيد نظر في العناصر الفنية في الفكرة. وانت عارف الفيلم القصير المهم في فكرة الفيلم نفسه، هتوصل ازاي وقدرت توصلها ازاي، وهل قدرت تقول الحكاية بأبسط الطرق، مش بأبسط الطرق، بأسرع طريقة، وفعلا وصلني اللي انت عايز تقوله بشكل كامل. يعني دي بعض العناصر اللي بعتمد عليها في تقييم للفيلم. إياد، بعيدا